عادات غريبة لسكان سولابور غرب الهند من المسلمين والهندوس، حيث يتم رمي الأطفال الرضع من ارتفاع 50 قدما من على ضريح البابا الشيخ عمر. وفي اعتقاد الأهالي أن رمي الأطفال بهذه الطريقة يجعلهم أفضل صحة وأكثر قوة وشجاعة مستقبلا. وتعود هذه الطقوس ل500 عام، ويجرى التقليد مرة في السنة وسط حراسة مشددة.